فنانة تشكيلية سعودية صنعت لها طريق في عالم الفن، تميزت به بالرسم بالزعفران اللي استخدمته كأداة أساسية في لوحاتها بجميع ألوانه، بدقة ريشتها وتفاصيل لوحاتها صنعت نوع جديد من أنواع الفن. أكيد لما تعرف عليها وجدان الجهور. وفي ضيافة سيدتي، أهلا وسهلا فيك وجدان. أهلا وسهلا فيك، نورتينا حبيبتي. نورتينا، يعني فعلا كنا بندردش تحت الهواء عن موضوع الرسم بالزعفران والفن التشكيلي بشكل عام، بس الأمانة لوحاتك مبهرة اللي احنا قاعدين نشوفه. حبيبتي يعطيك ألف عافية. بداية كلمينا عن فكرة أنك ترسم بالزعفران، كيف ومتى جتك هذه الفكرة؟ الفكرة جت بالصدفة. هم عارفين إخواتي أنه أنا قاعدة أشتغل مواد مرة كثيرة بالآرت بالفن، أحب أجرب، فدخلت بمادة الزعفران بالصدفة وإحنا جالسين مع أخواتي. فواحدة جاها فضول إنه ليش ما ترسمي بالزعفران؟ بتقولها كمزحة يعني؟ إيه لا، هي فعلياً هي تقول جربتي كل شيء. تقول لي جربتي كل حاجة، ما باقي الزعفران، لأنها هي تحب الطبخ وكذا. أوكي. فحبت إنها تلهمني في هذا الموضوع. فجت الفكرة براسي إنه ليش ما أجرب صحيح؟ فقمت جربت وبديت أسوي تكنيك معين بالزعفران إنه كيف أطلع منه اللون. سبحان الله صدفت معي 4 لوحات شاركت فيها في معرض بيهانس ولفت أنظار الكل فيها يعني. واو. يعني فكانت رحلتي وبدايتي كانت فيها. يمكن أنت لفتي مش بس الأنظار، أنت لفتي جميع الحواس، حاسة الشم وحاسة النظر، كل حاجة يعني. صحيح. حتى في المعرض. في المعرض كانوا يجوا عشان الريحه، لاني سويت نموذج وبديت ارسم قدامهم بزعفران. فقاعدين يفكروا انه ايش اللوحه هذه اللي ممكن تكون ريحتها كذا جميله. بالعكس، فكره جدا رائعه. حبيبي. طيب انا بصراحه اشكر اختك واهنيها صراحه على هذا المقترح، يعطيك العافيه. كلمينا عنك وجدان كفنانه تشكيليه. يعني انت مو بس بترسمي بالزعفران، ما شاء الله لك كثير اعمال. صحيح صحيح. انا يعني اكبر جداريه يمكن سويتها لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان والملك الله يحفظه الملك سلمان. كانت جداريه كلها بالزعفران، كان طولها حدود 7 متر. واو. عرضها حدود 4.5 تقريبا. واو. فكانت انا بالنسبه لي هي هذه قاعدين نشوفها. صحيح. ما شاء الله. فهذه من الاشياء اللي انا رسمتها بالزعفران. يعني كان بالنسبة للجداريات اللي أنا قاعدة أشتغل عليها، الأشياء في فنون مرة كثير أنا اشتغلت فيها، الفسيفساء، الموزايك، برافو، اشتغلت فيها كطاولات، أعمال يدوية هاند ميد، كما تحف. يعني أنت فنانة. فنانة تشكيلية. فنانة يعني ما شاء الله ملمة بكثير. صحيح. من الأمور في الفن. صحيح. عندي استفسار بسيط بالنسبة خلينا نقول جدارية، هي ليست لوحة عادية، يعني جدارية بهذا الحجم وبالزعفران ولشخصيات يعني هم بصمة في حياة كل مواطن سعودي، بصمة في حياتك أنت شخصيا. فلما تجي ترسميها، الملامح، دقة الرسم بالزعفران، هل نفسها نفس ما ترسمي بالألوان؟ لأنه أعتقد مع الموية، لسه كنت بقول لك إنه الزعفران أكيد عشان تاخذي منه اللون هتحليه بالموية. مزبوط. صحيح. ما يتعبك؟ لا، هو يعتبر مادة ليكويد، فهو أقرب للألوان المائية أكثر. فأنت بس الموضوع منه أنه أنت تدمجي المادة هذه، المادة المتحجرة السائلة. اللي هي لا إلى مادة سائلة حتحوليها بس. أوكي. بموية حارة وتبدأ تشتغلي فيها. كيف تخففيها؟ درجات بتفتيح لون الموية عليها زيادة، فحيعطيك درجات الأفتح والأغمق اللي هو اللون الزعفران الأصلي نفسه. وبتستخدمي الدرجات الفاتحة والغامقة في لوحتك نفس الألوان. أيوه. ممكن أدمج عليها، أنا دمجت فيها مرة القهوة، مرة دخل فيها أحبار، مرة دخل فيها ألوان. فتقدر تدمجي الفن، مو محدود بشيء معين أو بلون معين. فدمجت فيها مجموعة ألوان مرة. أوكي، رائع. طيب يعني أنا ما رح أركز على موضوع الزعفران كثير، لأنه ما شاء الله وجدان أنت من جد فنانة شاملة. قاعدين نتفرج على لوحات. أنت دحين بإيش بتسوي؟ بترسمي كيف؟ هذه أكليريك. اوكي. وبالسكين. بالسكين. يا بالسكين. أوكي. طبعا بعد ما حددت الملامح اللي انا ابغاها يعني وبديت اشتغل بالسكين. السكين هي اللي خاصه بالرسم، والمواد ماده الاكليريك اللي هي لون الاكليريك ماده من نوع يجف اسرع. مو مثل الالوان الزيتيه. برافو. يا فتعطيك، لازم تكوني سريعه وخفيفه يد وانت تشتغلي عليها. طيب
الالوان لما تيجي ترسميها او لما تيجي ترسمي لوحه بشكل عام بالزعفران، الوان الزعفران ما تخف ما تروح؟ لا ما تروح. انا عندي لوحات من 4 سنوات تقريبا بنفس جودتها ونفس الوانها. ما ابدا، هو الموضوع كيف تحافظي عليها، لانها هي تعتبر ماده قاعده ترسميها انت على ورق، فالماده هذه مره سنسيتيف للرطوبه للمويه، فلازم تحافظي عليها باطار زجاجي عشان ما ينكب عليها ماء. برافو. وجدان انت كمان يعني ما شاء الله بتحاولي قد ما تقدر تشوفي خطط او بتشوفي استراتيجيات صح. للفن والفنانين الزملاء اللي معاكي من حواليكي، وكنتي واحده من المؤسسين اوف نون صح، وليكي كثير برامج قاعده تفكري فيها خلينا نقول بشكل عام تخص الفن. مظبوط. تكلمين عن اوف نون. اوف نون هي شراكه بدينا فيها، هدفنا فيها النمو بالفن لأعلى مستوى في السعودية. فبالنسبة للفنانين احنا نستهدف الفنانين البصريين عموما، هم مو الفنانين التشكيليين فقط، يعني جميع أنواع الفنون البصرية نستهدفها في فنون الخياطة، الفن التشكيلي، النحت، كل شيء يندرج تحت الفن البصري احنا مسؤولين عنه. ايش الهدف منه؟ الهدف منه انه احنا كيف ندير أعمال الفنانين التشكيليين بطريقة قانونية وبطريقة انه محاسبية وتجارية أيضا. فهذا هو الهدف من أفنون. وزارة يعني خلينا نتكلم عن الثقافة والفن والفنون، وكثير جمعيات ومنها جسفت ما قصروا صحيح. في كثير من الأمور اللي تخص الفن صحيح. السعودي. هذه بدايات كانت. أيوة صحيح. من جد. والآن قاعدين نشوف كثير من المواهب السعودية اللي فعلا رائعة وتستحق أن نشاركها مع العالم، ولكن ماذا ينقص الفنان خلينا نقول، او ايش ممكن يكون في شيء زياده نقدر نكمله فيه عشان يوصل فعليا للعالميه؟ في مننا كثير وصلوا للعالميه، وفي مننا كثير صاروا معروفين صحيح. لكن نبغى كمان، نبغى كلنا. شوفي احنا في عصر نهضه قويه صحيح، خاصه للمراه. ف انا بالنسبه لي انا حاسه انه احنا بدينا بدايه صحيحه وقويه، وقاعدين ننافس فنانين عالميين تشكيليين كبار، او خلينا نتكلم بالفن التشكيلي لانه انا هذا مجالي وهذا تخصصي. فانا بالنسبه لي انا اشوف انه وصلنا لشيء مهول من الفن التشكيلي العالمي. احنا ما نعتبر بس وصلنا بس كمستوى سعودي، قاعدين يطلعوا فنانين تشكيليين رائعين صراحه صح، وفي منهم سووا مشاركات دوليه رائعين صراحه بفرنسا بلندن، شفت انتاجات قويه وفازوا بجوائز عالميه. فأنا فخورة صراحة، أنا فخورة الحمد لله أنا قاعدة عايشة في هذا الوطن، في هذا المكان اللي أنا أو لهذا الوقت. تحس إنه جاء وقتنا يعني صحيح. جاء الوقت اللي كل هذه المواهب فيه تظهر، وفعليا ليه لا؟ خاصة إنه في فوكس من الأمير محمد بن سلمان على الفن التشكيلي بهذه الفترة صح. فجدا أنا سعيدة بشكل ما تتخيليه، كان شوية معاناة صراحة، ما راح أقول لك إنه كان في معاناة بسيطة إنه إحنا كيف نوصل لهذا المستوى. بس الان بكل المجالات صار انه لا احنا لنا الحقيه، خلاص ايوه لنا الحقيه احنا نشارك، لنا الحقيه انه احنا نحط اعمالنا بمؤسسات، لنا الحقيه. فشيء رائع صراحه. وانت كمان شاركتي في كثير صحيح. كان ليكي كلمينا عن مشاركاتك يا وجدان. انا اخر مشاركاتي كانت في بيهانس جيزان، وفزت فيه بالكوين اللي كمتحدثه كنت. شاركت في مسك ايضا في معرضين، شاركت في مجموعة صراحة كبيرة من المعارض التشكيلية. كانت على مستوى المملكة يعني. مستوى المملكة إلا أنا بمستوى المملكة ما أنا ما طلعت لبرا للحين. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله. طب إيش ناوي تخططي مستقبلا؟ يعني ما شاء الله بتأسسي بتعمل استراتيجيات برامج تخص الفن والفنانين التشكيليين، لكن بشكل عام أنت وجدان كمان 5 سنين إيش شايفة؟ أنا شايفة إنه أرتقي بفنون لأعلى مستوى، تكون رمز سعودي كبير، وتكون كل الفنانين يتوجهوا الأفنون لمساعدتهم بأشياء مرة كثيرة، حتى الاستشارات الفنية ترى عندنا أشياء مرة كثيرة. فأنا هذه ال5 سنين الجاية فعلياً أنا قاعدة أشتغل على أفنون. واو. فهذا هو الشغل الأساسي وهذا تركيزي الأساسي صراحة. طبعاً أكيد نتمنى لك كل التوفيق وجدان. حبيبتي. لكن قبل أختم معاك أنا بس أبغاك تقولين يعني إيش أفنون، بس عشان نعرف قد إيه هي مهووسة أو تحب الفن التشكيلي. إيش يعني أفنون؟ أفنون معناه الشجر الملتوي أو القصن الملتوي. فهي أخذناها من الفن ومن فن الشجر، كيف إنه يلتوي مع بعض وكيف إنه لحاله فن. صحيح.
يعطيك ألف عافية وجدة، نورتينا اليوم حبيبتي الله يخليك. شكرا لك وشكرا استضافتك. أهلا وسهلا مشاهدينا، نطلع فاصل وأكيد مكملين معاكم، لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاج برنامج سيدتي.